السلام عليكم ورحمة الله. احنا دلوقتي بنكمل الفيديو استكمالا للفيديو اللي فات اللي هو Automatic Control in Brief. كنا وقفنا على حتة الزيروز والبولز وأماكنهم، وقلنا إن الزيروز والبولز ممكن يحددوا لي stability of the system إذا كان stable أو unstable، ومكان البولز يحدد لي قد إيه السيستم ممكن يوصل بسرعة للزيرو إيرور. بس رجعنا تاني وأكدنا على حاجة، إن البارامترز بتاعت السيستم هي اللي بتحدد، الكومبوننتس بتاعت السيستم هي اللي بتحدد الام والبي والكي. فالسيستم عندي لو هو فيه تو بولز بالشكل ده، التو بولز دول ممكن يدوني ديفرنت فاليوز. لو احنا دي سكند اوردر ايكويشن، فاحنا بنعملها ايه بمعادله ذات الحدين، اللي هي لو قلنا ان المعادله دي a s squared plus b s plus c، يبقى المعادله عباره عن عشان تجيب البولز 1 و 2 بتساوي minus b positive or negative جذر b squared minus 4ac over 2a. ده هنا ممكن تطلع لك البولز في كذا صوره. جميل، ممكن يبقوا الاثنين كونجكت كده اهو، او الاثنين فوق بعض، او الاثنين بعاد عن بعض. حلو، تعالوا نشوفهم كده بندرسهم اكتر. ايه هي الكونديشنز اللي تبقى موجوده لو وجود البولز على الريل اكسس بس كده؟ ده معناه ان مفيش اوسيليشنز، ده معناه ان مفيش فريكونسي، معناه ان الفريكونسي بزيرو. واللي عندي بس هو ايه، يا اما السيستم هيبقى ستيبل يا اما السيستم هيبقى انستيبل. لكن وجود البولز as a complex numbers بالشكل ده، ده هيبقى فيه oscillations، هيبقى فيه frequency. لو هي على الناحية الشمال هنا هيحصل damping oscillations، لو هي على الناحية اليمين oscillations دي هتفضل ايه، تزيد. دي بتعتمد على قيم. فاحنا عندنا كذا حالة، يا اما S1 و S2 يبقوا real values، ودي هتنقسم لحالتين، يا اما الاتنين بيساووا بعض يا اما الاتنين ايه ما بيساووش بعض. لو الاتنين equal to each other يبقى كاني بقول 1 على S plus 3 squared، يبقى كاني ده first order system بس مرتين. لما هنيجي نرسمه هيبقى ال response بتاعه كأنه first order. حلو جدا. طب لو الاثنين ما بيساووش بعض برضه هيبقى شبه الاس، هيبقى اس هو فيرست اوردر كل واحد لوحده، بس هيحصل شويه ايه ريفورمينج في الريزلت، في الريسبونس هيبقى بالشكل ده، بس برضه كويس وحلو وجميل ومفيش فيه اوسيليشنز. طب لو اللي فيه كومبلكس نمبرز، يعني الاثنين ار كومبلكس نمبرز، في برضه حاجتين، يا اما ايكوال يا اما نوت ايكوال. لو ايكوال يبقى مفيش حته في ريال بارت، لازم هيبقوا على الماجن اكسس بس. ده معناه ان السيستم هيفضل اوسليت with constant frequency and constant magnitude، لا هيزيد ولا هيقل. ده بنسميه critical state او بنسميه undamped. هنا اسمه undamped، واللي فوق دول كان اسمهم ايه؟ هنا critically damped وده over damped. طيب لو الاثنين ما بيساووش بعض، complex number بس ما بيساووش بعض، دي الحالات الموست كومن اللي هو ذات زي ما قلت ايه، معادله ذات الحدين اللي هي دي، بيبقى البولز are complex numbers، يعني ناقص 2 زائد جي 3 مثلا، وناقص 2 ناقص جي 3، لازم يبقوا كونجكت في بعض. السيستم في الحاله دي بيبقى فيه اوسيليشنز، بيبقى فيه ايه؟ دامبنج. ده اسمه السكند اوردر سيستم في الحاله بتاعت ان السيستم انهم بيبقوا كومبلكس نوع. بيبقى في عندي حاجه اسمها الناتشرال فريكونسي والدامبنج ريشيو. الناتشرال فريكونسي دي اي سيستم ليه ناتشرال فريكونسي. لو ان احنا نجحنا ان احنا نشيك السيستم بالناتشر فريكونسي بتاعته، السيستم ده ممكن الملكيوز بتاعته ايه تتفك. طب ايه هي الناتشر فريكونسي دي؟ فريكونسي
اوسيليت حوالين الانبوت with constant frequency constant magnitude. frequency ثابتة والماجنتيود ثابت. طيب ايه هو damping ratio؟ ده اللي بيعمل damping للاوسيليشنز دي. يعني بيعمل ايه؟ according للفاليو بتاعت الاكزيتا اللي هو damping ratio بيبقى فيه envelope damping بالشكل ده، هو بينزل الماجنتيود عشان يبقى حواليه، بحيث انه ايه لو طلع كده اهو هينزل يبقى oscillating within this envelope بالشكل ده لغاية لما يبقى ايه zero او يوصل للستيدي ستيت. جميل. طيب هل الفريكونسيز هل الريسبونسز مختلفة ليهم؟ اه طبعا. ممكن يبقى الانفلوب عامل كده اهو، ممكن يبقى الانفلوب عامل كده اهو، ده بيعتمد على قيمة الاكزيتا، لأن الاكزيتا دي قيمتها ما بين 0 وما بين 1. ولو الاكزيتا بتزيد ناحية ال 1 السيستم بيبقى more stable، ولو بتقل ناحية 0 السيستم بيبقى more oscillatory. يعني هنا at اكزيتا 0.1 وهنا at اكزيتا 0.8. من السكند اوردر ده انا بقدر اقيس الريسبونس بتاع، اقدر اقيس البرفورمانس بتاع ترانزينتس within some parameters. زي ايه؟ من اهمها settling time والماكسيمم اوفرشوتس. دول اهم حاجتين بقيس بيهم الريسبونس بتاع السيستم، وبعمل عليهم على اساسهم ان انا بديزاين اي كنترولر عشان يعمل ايه تحسين للسيتي ستيت ايرور وتحسين للترانزينت ريسبونس، زي ما شفنا زي ما اخدنا الترم اللي فات في روت لوكس كومبنسيشن. في كمان عندي البيك تايم والرايز تايم، دول برضو بناخدهم في الاعتبار، بس اهم اتنين اللي هم دول ماكسيمم اوف شوتس والسيتلينج تايم. طب هنرجع تاني للقيم. يعني الاكزيتا دي بتحدد لي حاجات كتير. اه الاكزيتا دي لو زيرو يبقى السيستم هيبقى اندامبت، هيبقى بيوسليت اراوند ذا سيت بوينت وذ كونستنت ماجنيتيود. طب لو هو ما بين الزيرو وال1، اكزيتا ما بين الزيرو وال1 هيبقى اندر دامبد، اللي هي الحاله اللي فيها كل سكند اوردر فاليوز اللي بقيسها سيتلينج تايم ماكسيمم شوتس اند سو اون. طب لو بتساوي واحد يبقى السيستم از كريتيكالي دامبد كانه فيرست اوردر. طب لو اكبر من واحد يبقى السيستم از ايه اوفر دامبد. جميل. حلو، نكمل بقى ايه بيتا. يعني احنا ممكن اللوكيشن، لو انا بصيت على location of the poles على ال S domain هقدر anticipate شكلها عامل ازاي. يعني لو البول هنا اهو او البول هنا اهو، بس اقدر اقول اذا كان السيستم سريع او بطيء، او البول هنا اهو ده critical مش هيحصل فيه اي حاجة، عمره هيزيد ولا ايه، ولو البول هنا هيبقى unstable. ومن الاخر اي حاجة ناحية ال right hand side is unstable خلاص، لكن left hand side is stable، بس how stable it is هيبقى ايه ريلاتيف. تعال نشوف بس ايه الفريكونسي الاول. الفريكونسي طول ما هي قليله هيبقى فريكوينت اوسيليشن بتاعتها بطيئه، لو ما تزيد الفريكونسي الفريكوينت اوسيليشن بتاعتها ايه هتبقى سريعه. دي نمره واحد. طيب هنا طول ما انا بقرب للاورجن على الريل اكسس كل ما ياخد وقت عشان يوصل للزيرو، كل ما ابعد عنه كل ما هيبقى ايه سريع. فلو انا عايز سيستم كويس لازم ابقى ايه بعيد عن الاوريجينال ماتش زي كان. يعني من الاخر لو انا عندي البول هنا اهو هيبقى السيستم بطيء والاوسيليشنز عاليه هياخد وقت تلدامت. طب لو نزلت لتحت هيبقى بطيء بس الاوسيليشنز برضو بطيئه، تبقى الفريكوينسي قليله بس الاوسيليشنز برضو ايه بس الدامبنج بتاعها هيبقى قليل. طب لو هنا هيبقى الفريكوينسي عاليه بس الدامبنج بتاعها عالي. طب لو هنا هيبقى بطيئه فريكونسي بس الدامبنج بتاعها ايه سريع. يبقى بالتالي انا بحاول ابعد واقلل الفريكونسي از ماتش از كان ايه بعيد عن القرش. ولازم نفهم ان كل ده بيتحدد على اساس الماس قد ايه والفيلوسيتي كوفيشنت قد ايه والسبرينج كوفيشنت قد ايه. الحاجات دي مهمه قوي اللي هي من الميكانيكال سيستم اللي من الاول بحطه.
لازم تعرف ان ده هو اللي بيأثر عليها. فلو انا اخترت حاجات طلعت لي الشكل ده من الاول على طول، يبقى انا لازم اغير البارامترز دي. الله يقول لا بقى السبرينج ده انا هخليه شويه، هجيب سبرينج احسن عشان اقرب شويه هنا. والله لا الفيلوسيتي دي لازم هستخدم لوبريكنت احسن قوي، لازم احط فيسكوستي فريكشن اناليسيس احسن من ده، لان الابروكسيميشن بتاعي ما ينفعش، لازم احط بارامترز اكتر. لا ده الماس قليل لازم اتقلها شويه، فاروح متقل الماس شويه وهكذا. المهم بعد كده احنا بندرس اللوكيشن اوف ذا بولز بقى. يعني لو السيستم از اوبن لوب او السيستم از كلوز لوب، بمعنى ايه؟ الجينز اللي موجوده في الترانسفير فانكشن بتحدد لي ممكن تغير لي مكان البولز دي لما اعمل ايه؟ كلوز لوب، لان المفروض هي 3 على S plus S plus 1 plus S plus 3. لو أخدت feedback و close loop هيبقى S S plus 1 S plus 2 plus 3 دي غيرت أماكن البولز اللي في السيستم، بتحدد أماكن البولز في السيستم. لما حطها 3 البولز هتبقى ناحية left hand side. طب لو أنا حطيت ده وخليته 7، هيبقى مختلف. ايه بقى؟ البولز لما كانت هتتغير، هيبقى 7 على S S plus 1 S plus 2 plus 7. 7 دي هتغير لي أماكن البولز الموجودة، هتخلي بقى بدل من الرايت هاند سايد بقى في الليفت هاند سايد. تمام؟ يعني اللوكيشن اوف ذا روتس هتحدد لي إذا كان السيستم هيبقى في الستيبل سايد ولا لأ. من ناحيتي انا لازم ادرس the location of the root itself. يعني لو انا عندي سيستم زي ده مراقبه كاميرات، جميل، في K1 و K2. K1 و K2 دول هيحددوا لي اماكن البولز ذات نفسها. فممكن انا اختار من K1 as an amplifier في الديزاين بتاعي ان انا اخلي مكانه كويس. يعني تعال نفرض ان الترانسفير فانكشن هتبقى بالشكل ده، هيبقى كي على اس سكوير بلس اس بلس 10 اس بلس كي. جميل جدا. طيب كي قيمتها دي هتأثر؟ هتأثر اهي، لان انا عملت كلوز لوب طلعت موجوده ايه في الدينومينيتور. طب هتأثر ازاي؟ تعال نجربها. لو حطينا كي بصفر هيديني ناقص 10 وصفر. اهي لو كي دي بتساوي 0 هيبقى اس بتساوي 0 اس بلس 10، كان ايه عامل اوبن لوب. طب لو بخمسة minus 0.9 minus 0.53، طب لو 10 هيبتدي قيمهم يتغيروا 5 لغاية لما توصل لقيمة 25. لو كيب 25 هيبقى في بول عند الناقص 5 وبول عند الناقص 5. طب ما تيجي كده نحطها على الرسمة ونشوفها اهي. والله دي عند كيب تساوي 0، كيب تساوي 5، كيب تساوي 10، 15، 20، لغاية لما توصل عند كيب تساوي 25. بعد كده عند كي بتساوي 30 هيبتدي اماكنهم تتغير لان الروس بتتغير. اذا فمكانهم بيتغير تبع قيمه الجين. طب لو انا عايز ارسم ليهم تراجكتوري معين اعرف ادرسه، ترسم بالشكل ده كده. ادي التراجكتوري بتاع فيرست بول وادي التراجكتوري بتاع السكند بول. يبقى انا عند كل سيستم لازم اعمل الحكايه دي، لازم اعمل الحكايه دي عشان اقدر اشوف اذا كان كل ما زود الجين هيوصل لستيبل ولا ان ستيبل. في الحاله دي هو طول عمر البولز هتفضل في الرايت هاند في الليفت هاند سايد، يبقى على طول هتفضل ستيبل. طب لو غيرت حاجه ممكن تروح رايت هاند سايد يبقى السيستم ان ستيبل. طب اللي بقى لازم اعمل ايه؟ لازم ادرس اللوكيشن اوف ذا هول روتس. بعمل حاجه اسمها ايه؟ روت لوكس. روت لوكس، عشان كده كنا بندرس الروت لوكس في اوتوماتيك كنترول سيستمز. بس كده احنا كده رجعت لكم بشكل عام ايه اللي اتاخد في الاوتوماتيك كنترول الترم اللي فات، بحيث ان احنا واحنا داخلين افتكرنا شويه حاجات هنستخدمها في المودرن كنترول انجينير. شكرا.